أهلا بكم من جديد. أثار تصريحات أطلقها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى موجة واسعة من الانتقادات بعد أن وصف منتقدي حملة إعلانية لمشروع مدينتي الذي تدير شركته بأنهم أصحاب نفوس غير سوية، بينما ركز منتقدوه على إدانته سابقا بقتل الفنانة سوزان تميم قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي. وكانت العديد من الشباب المصريين قد أطلقوا مقاطع فيديو ساخرة من حملة مدينتي الإعلانية. نشاهد المزيد من التفاصيل. أنا عايشة في إنجلترا ومعظم حياتي، وأول سكن فكرت إن أنا أسكن في مصر كان في مدينتي. الناس كلها شبه بعض. أول ما بدخل مدينتي بحس إن أنا دخلت في مكان تاني بدنيا تانية. هنا في ذوق، في شياكة. مفيش مكان في جوه القصة العربية زي الرحاب ومدينتي إلى الآن. فاهمين يعني إيه برايفسي؟ نتفادى حاجه بتحصل يوم او يومين في السنه. هل هذا الامر يستحق مننا ان احنا ننصف هذا المبلغ الكبير؟ مكان ده جنه، الحاجه بتتعمل من غير ما حد بيطلب، كل حاجه موجوده هنا. مش مضطرين كتير ان احنا نطلع من مدينتي، ممكن اقعد سنه كامله ما اخرجش منها. اي فقير مش ساكن في مدينتي يمسح رقمي ناو. ماما عم بدور فورا، احنا هنا بنشوي بالفلوس. اي مشروع مكتوب عليه اسم طلعت مصطفى نشتري فيه واحنا مغمضين. لان كل حاجه تشبه بعضها بتعيش أحسن كتير مع بعض. لما بنلاقي الناس اللي شبهنا الحياة بتبقى أحلى كتير. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لاس فيغاس الكاتب والروائي المصري أحمد ناجي. أهلا بك معي أحمد، وخلينا نبدأ من تصريحات المهندس طلعت. المهندس طلعت قال مبدئيا أن اللي انتقدوا إعلان مدينتي هم نفوس غير سوية، وأن مشروعات طلعت مصطفى بيسكنها حوالي 700,000 مواطن، وأن مجموعة طلعت مصطفى بقالها 40 سنة بتحاول تبني البلد. وقال بالنص يعني المفروض الدولة تطبطب على رجال الأعمال وإلا هيكتفوا بالفلوس اللي هم عملوها ويعيشوا في راحة بدل ما يكملوا اللي هم بيعملوا. يعني أيا كان تقييمك لهذه لمجمل التصريحات دي إيه؟ أول حاجة الحمد لله على السلامة. يعني هشام طلعت مصطفى طلع من السجن من فترة قريبة لم تتجاوز سنتين أو ثلاثة، وقتها بعفو صحي قالوا وقتها إنه ركبه كانت بتزيق شوية، فنتمنى انه واضح انه يعني بيستعيد نشاطه وصحته في تحسن.
ونتمنى له السلامة ولكل الناس في مصر. بالنسبة للتصريحات طبعا يعني تصريحات مفاجأة جدا وغريبة جدا، لأنه يعني ليه ما عندوش روح رياضية؟ يعني محدش جاء ناحية الراجل، الراجل بيقتل ناس وبيخرج بره السجن عادي، بيشتغل بيعمل فلوس بيبيع ما شاء الله، بيشارك زعماء ورؤساء في مصر وفي بقية الدول العربية. فأنا شايف هو زعلان ليه؟ يعني زعلان من شوية نكت على النت. يعني المفروض كان الناس يبقى عندها روح رياضية كده شوية وتشجع النكتة الحلوة، خصوصا إن هو كده ضر نفسه. وأنا أتمنى إنه يعني يراجع فعلا المسؤولين عن الدعاية والبي آر، لأنه واضح إن هم بيورطوا حملة إعلانية فاشلة جدا، عملت فاير باك مضر، فجأة أنت بتروج لمدينتي بسقطها منطقة سكنية يعني بتاعت الأغنياء والإي كلاس، هي مش إي كلاس، هي حتى يعني معروف إنه الشركات التانية في مصر هي اللي بتعمل أكتر من إي كلاس، وفي نفس الوقت ضريت نفسك، حولت المشروع اللي أنت بتروج له لنكتة وطالع تكمل على النكتة ديت في إنك تخلي النكتة ديت مستمرة. فالحقيقة إن التصريحات بتعكس المعتاد عندنا في الإدارة في مصر، فشل إداري، عدم قدرة على إنتاج خطاب متماسك. أنا قعدت سمعت المداخلة كلها مع عمرو أديب، مفيش 3 جمل سلام، مفيش خفة دم ولا خفة روح، وفي نفس الوقت التعامل مع الحاجات البسيطة إن هي إنجاز، يعني التعامل مع حاجات من نوع إنك تبني عمارات شبه بعضها حواليها سور وفيها شجر، إنه ده يعني إنجاز أو بناء للبلد. فيعني جزء من حالة يعني التفكك والشبه الدولة والبلطجة اللي موجودة في مصر. طب أحمد، إيه اللي دفع الشباب من مناطق مختلفة وأماكن مختلفة ومحافظات مختلفة داخل مصر إن هم يعملوا نسخة تانية من الإعلان، نسخة ساخرة يعني يقولوا فيها الكلام اللي هم عايزين يقولوه؟ لأنه إعلان مضحك جدا، لأنه هو الإعلان مضحك ويعني يعني مضحك لاي حد. اولا مثلا بيبتدي بفكره انه دول هم سكان مدينتي، في حين انه كتير من الشخصيات اللي طلعوا في الاعلان هم مبرز، شفناهم في مسلسلات وشفناهم في اعلانات قبل كده. طبعا ما يمنعش ان ممكن بعض هؤلاء الكومبارس او الفنانين يكونوا ساكنين في مدينتي او الرحاب. فالاعلان قايم على خدعه زي برامج الكاميرا الخفيه كده، اللي هو اللي بيمثل طالع في البرنامج عارف انه كدبه، والجمهور عارف ان هو كدبه بس بيتكلم بجد، يعني على اعتبار ان احنا المفروض نصدقه. تاني حاجه انه زي ما واضح جدا انه الاعلان يعني بيتكلم يوتوبيا، يعني احنا عارفين ما فيش في مصر خالص في اي حته يوتوبيا، وشكل دي موجوده في كل حاجه ده. فطبيعي، والمصريين دايما بيحبوا الصراعات المناطقية. يعني قبل ما مدينتي دي بأسبوعين كانت النكت مغرقة الإنترنت والدنيا كلها على الإسكندرانية مثلا، تمام، وقبليها برضو من شهر الإسكندرانية هتلاقي المنوفية وقبليها كذا. فدايما الصراعات المناطقية دي موجودة في مصر، الإسكندرانية طلعوا نكت على الفلاحين، والفلاحين يطلعوا نكت على إسكندرية، والصعايدة طلعوا نكت على دول وهكذا. والدنيا يعني الموضوع بسيط، لكن الواضح انه سكان مدينتي او اهل مدينتي وطلعت مصطفى ما يعني ما عندهمش تقبل للنوع ده من الهزار او خفه الدم. فده كان طبيعي. فاللي حصل بعد الاعلان انه الناس ابتدت تخلق نماذج منها، زي ما شفنا اعلان عن العزبه، عزبه نخله او عزبه خير الله، وبعديها كان في واحد تاني قريب جدا عن شارع فيصل. ولانه كمان الاعلان تيمة يسهل تكرارها، يعني في دايما دلوقتي بقى في مثلا انك تطلع تعمل رقصه معينه او تطلع تعمل روتين، تصور انا بصحى الصبح بعمل كذا بعمل كذا. فالحاجات اللي هي تيمة يسهل تكرارها بتبقى مشجعه للناس مستخدمي الانترنت ان هي تعيد استنساخها وتكرارها. ودي حاجه لطيفه، يعني زي ما بقول لك انه كل دي حاجه كل وقت بتحصل واحنا بنتفرج وبنشير وبنضحك. اللي مقلق مش انه ليه الناس عملت كده، اللي مقلق هو رد الشركه انتيو ورد فعل الشاب ده مصطفى والناس بتوع المدينة، يعني اللي هو غريب جدا وغير مفهوم. طب انت عايز ايه يعني؟ انا مش فاهم. بنشكرك، كنت معنا وطلع عبر بيخاطب خدمة مين؟ سكايب. يعني طلع بتخاطب الدولة ولا بتخاطب الناس؟ يعني عايز الناس تبطل ايه؟ تبطل تقول نكت ولا الدولة تنزل تقفل ما خدي بالك برضو في حاجات احنا مش عارفين، احنا بلد مجنونة. يعني احنا هو طلع النهارده مع عمرو اديب، بكره مثلا الحملة دي تكمل بعدها يطلع
بنشكرك كنت معنا عبر نائف خدمة مجلس سكايب من لاس ليها فيجاس نبص لهم الكاتب نسبة والروائي على المصري العيال. أحمد ناجي. بنشكرك يا أحمد، شرفتنا يا أحمد.